من خلال طبعا يعني خبرة حضرتك والمشاكل اللي بتتعرض عليكم في وحدة لم الشمل، شايف انه ايه ابرز عوامل زيادة نسبة الطلاق، او ابرز العوامل او الاسباب اللي بقت موجودة دلوقتي في مجتمعنا اللي بتعمل مشاكل؟ طيب احنا خلينا نقول ان برضو طبعا في اسباب كتير، والحياة الزوجية فيها حالات كتير فيها مشاكل، بس مش عايزين ننسى ان اللهم لك الحمد في اسر كتير ونسبة لا بأس بيها كبيرة جدا، عارفة تتعايش مع الواقع، وعارفة كل حد يوفر لشريك حياته وعندهم مشاكل المطلوب. بالمناسبة، وعندهم بالظبط ضغوطات. بالظبط، هو ده اللي لسه عايز اقوله. احنا عملنا دورة في مركز الازهر العام للفتاة الدكتورية مقبلين على الزواج. الدورة دي وصلت عدد الدفعات بتاعتها دلوقتي أكتر من 80 دفعة. الدورة دي احنا بنقول فيها كده، بنقول إن مفيش بيت مفيهوش خلافات، بس في ناس بتعرف تتجاوز هذه الخلافات وفي ناس مش بتعرف تتجاوز هذه الخلافات. أسباب الخلافات ممكن تبقى إيه؟ ممكن يبقى اختلاف في الطبائع، أو اختلاف في طبيعة الحياة قبل الجواز، او تدخلات الاهل زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، او اختلاف حول الاولاد ومين المفروض يمشي كلامه هنا ومين المفروض الولد يبقى في مدرسه ايه وكلام من هذا القبيل. الزوجه طبعا معروفه يعني في الامور اللي شبه كده، برضو المصالح هي اللي بتضبط الاحكام فيها سبحان الله، يعني حتى وجهه نظر الشرع المصلحه فين، او مصلحه الواقع او الطفل او الحياه الزوجيه ايه، فبيبقى الحكم على حسب المصلحه. انا عايز اقول ان الاسباب ممكن تبقى كتيره جدا، واللي منها السوشيال ميديا اللي حضراتكم اتكلمتوا عنها في البدايه. طيب بعض الزوجات بتتعامل مع السوشيال ميديا وتنشر الحياه الخاصه كلها على السوشيال ميديا، صور الاكل، صور الخروجات، قعدتها مع زوجها في مكان عام في البيت، هل ده غلط؟ او طبعا غلط. سبحان الله، احنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على علاقه الزوج بالزوجه ومثلها بشيء، قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اللباس يعني الهدوم، الثياب، فكأن الزوج لزوجته والعكس كالثوب. سترة. ايه اهم صفات الثياب؟ طبعا الثياب فيها صفات كتير، وهو تشبيه معجز من رب العالمين. كل الصفات دي المفروض تبقى في الزواج، زي الفخر والنظافه والراحه، وانه يبقى مقاسك، حاجات كتير من ضمنها، والقرب، اقرب حاجه ليها دلوقتي هي هدومي والقرب، فكمان الستر. يعني المفروض الزوجين يبقوا ستر وغطى على بعض. فالصالحات المرأة الصالحة بتعمل ايه؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الزوجين المفروض يبقى حياتهم بينهم. بالإضافة إلى إن حضرتك بتتكلم على سلوك للأسف بقى موجود النهاردة، الغرض منه هو التربح من أموال السوشيال ميديا. طب يا جماعة، إحنا هنتربح من أموال السوشيال ميديا ونسيب قيامنا هنخسر إيه في المقابل؟ بالظبط. هنخسر ايه بالظبط؟ نخسر سلوكياتنا الحقيقيه وقيمنا داخل بيوتنا واسرارنا وحياتنا الزوجيه ومبادئنا وقيمنا. بلا شك ان ده سلوك منافي للفطره، مش بس للدين، للفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها الانسان، ان هو يبقى مستور جوه بيته، ان هو يبقى مستور بينه وبين زوجته، ويختار ايه يظهر للعلن وايه يظهر للناس على حسب الدوائر اللي انا اتكلمت عنها، وايه يفضل بيني وبين زوجتي. وقد ايه ده ممكن ياثر على اسره تانية مستقره شافت الكلام ده على السوشيال ميديا؟ طبعا احنا عندنا عدوى في السوشيال ميديا، هم بيقولوا حتى ان فيها سلوكيات كتير تشبه العدوى، ان زي ما شفت حد بيعمل فانا اقلد، فينتشر طبعا حاجه مش صح من باب التقليد. وحاله عدم الرضا كمان اللي بتبقى موجوده يا دكتور، بنتخيل الناس دي حياتها يعني مثاليه، وان احنا ناقصنا حاجات كتير جدا، لكن للاسف حتى بعد ما بيمر وقت بنكتشف ان الناس دي عندها مشاكل اكتر من اللي احنا حتى احنا شخصيا بنمر بيها. كلام حضرتك صح جدا. الناس وفي عدوى المباهاه بالنعم، وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الاخشى ان تفتح عليكم الدنيا، يعني انا اشوف غيري عايش ازاي واظن ان هو معاه كل حاجه، رغم ان سبحان الله زي ما هو عنده شق ايجابي او نعمه، عنده شق اخر في معاناه الحياه. اصل احنا في الحياه، والحياه كده بطبعها. الصح ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يكن احدكم امعى. امعى يعني مشوش الشخصيه، يعني ما عندوش مبدا، زي ما الناس عملت انا هقلد وهعمل بغض النظر ده هيضرني بايه، او هيعود عليا او على المجتمع بشكل عام بايه.